بطبيعة الحال الجمعية كما جرت العادة تخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكيصادف هذه السنة ذكرى 72 واللي كتخلدوا الأمم المتحدة ديال تحت شعار مزيدا من العمل من أجل إقرار حقوق الإنسان، واللي خلدته الجمعية المغربية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تحت شعار حقوق الإنسان غير قابلة للحجر، من أجل تفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وضمان الحريات والحقوق للجميع. بطبيعة الحال هذه السنة هذه هي سنة استثنائية، تقريبا يمكن نقول بأن سنة استثنائية الواحدة منذ ما يزيد على 72 سنة لظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن كيجي في مرحلة ديال الجائحة اللي كتعم العالم ككل، واللي فرضات واحد الحالة ديال الطوارئ الصحية تقريبا في واحد المجموعة ديال دول العالم، واللي من خلالها كتبان بأنه الإنسانية حاليا كتعيش واحد الأزمة حقيقية، أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، واللي بينات الهشاشة ديال الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالجوائح، وبينات كذلك على ضعف التضامن الدولي للأسف، لأنه كنعرفوا بأن الدول الغنية نفسها ما قدمتش أدنى شروط ديال المساعدة من الدول ديال العالم الثالث أو الدول أو حتى بيناتها كدول صديقة ما بيناتها، وبالتالي بدأ ما يسمى بدولة الأمة هي اللي بدأت كطغى، وبدا هذا النوع من، ورغم ذلك لم تستطع الإنسانية لحد الساعة القضاء على الوباء، بل أكثر من هذا هو اللي كاين، هو أنه ولينا كنعيشوا موجات متتالية. بالنسبة لبلادنا بطبيعة الحال تأثرت بشكل كبير وكبير جدا، وكنلقاو بأنه تقريبا جميع الفئات تمسات بالمرض، والبنية الصحية ديالنا للأسف لم تكن قادرة على استيعاب العدد الهائل ديال الامراض، لانها بنيه مهترئه، بنيه ضعيفه، بنيه للاسف للدوله هذه السنين حنا كنرفعوا شعار ديال ضروره تقويه البنيات الصحيه والاهتمام بالقضايا الاجتماعيه كالتعليم والصحه والشغل الى غير ذلك، ولكن للاسف هو ان الميزانيات المحدده لهذه القطاعات هي ميزانيات ضعيفه، وبالتالي التاثير كان جلي في هذا المجال هذا ديال الصحه، وكان جالي كذلك في المجال ديال عدم تكافؤ الفرص في المجال ديال التعليم، واللي لا زال مستمرا لحدود اللحظه، لا زال مستمرا عدم تكافؤ الفرص، لانه ماشي كل شيء كي عنده الامكانيات ديال الدراسه عن بعد او امتلاك التكنولوجيا او امتلاك، بل اكثر من هذا كاين المناطق اللي معزوله ما كيوصلهاش حتى الصبيب ديال الانترنت. على مستوى مراكش غنقول بانه الجائحه كانت اعمق واشد. لماذا؟ لان مدينه مراكش كتعتمد على قطاع ديال السياحة، وكل ما يرتبط بالسياحة، الصناعة التقليدية مرتبطة بالسياحة، النقل السياحي، المرشدين السياحيين إلى غير ذلك، وحنا كنعاينوا وهذه مدة تقريبا ديال 6 شهور، حنا كنشوفوا الاحتجاجات ديال المرشدين السياحيين، ديال أصحاب النقل السياحي، ديال الناس ديال السياحة اللي خدامين ما يسمى بالعقدة من الباطين إلى غير ذلك، لأنه فقدوا الشغل ديالهم، فقدوا موريد ديال العيش ديالهم، وكنلاحظوا كذلك هذا الشيء فين كيبان هو الجمود التام، إلى ما بغينا نقولوا الركود التام للقطاع ديال السياحي، وغادي غير جولة صغيرة في المدينة غادي نشوفوا بأن الصناعة التقليدية جامدة، كل فنادق الأغلبية ديالها معطل ما كيخدمش، او هذا كان اكثر من هذا، هو انه بدينا كنشوفوا ظواهر جديده اللي بدات كتنامى داخل مراكش، واحد العديد ديال الناس اللي بداو كيغيروا المجال ديال الاشتغال ديالهم، لي زاكتيفيتي ديالهم، وهنا كنشوفوا انتشار واسع ديال الانشطه ديال الرصيف ديال الباعه المتجولين ديال هذا، وبالتالي كنقول بانه كاين مؤشر اخر اللي كيبين الازمه الحقيقيه ديال 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 مدينه مراكش، هو الى خدينا من انتقال ديال التلاميذ من التعليم الخصوصي العمومي كنلقاو 140 الف او 160 الف، كنلقاو ما يفوق 10% من هذا الرقم اللي هي 17 الف عرفتها مدينه مراكش، يعني انه كنقولوا بان مراكش تعيش واحد الخصص مهول، خاصه على مستوى مصادر ديال العيش، لانك تعتمد على مصدر وحيد واوحد اللي هو السياحه. الملاحظه الثانيه هو ان مراكش البنيه الصحيه ديالها من اول المدن التي انهارت
كنا كنتذكروا ما عاشه المامونيه والمستشفى بن طفيل وكذا، رغم التدخلات حاليا باقي العاج الصحي. لماذا؟ لان البنيات الصحيه كلها الاغلبيه ديالها كترجع لما فوق 50 سنه، المامونيه تقريبا 100 سنه، الانطاكي 60 سنه، مستشفى بن طفيل مع التعديلات اللي غير كيرجع 40 سنه، المستشفى الجامعي الطاقه الاستيعابيه ديالو ضعيفه وضعيفه جدا. اذا نحن امام مدينة اللي من المفروض كان من المفروض أنها كمدينة فيها مستشفى جامعي أن تواجه الجائحة، بل أكثر من هذا تقدم الدعم لباقي المدن ديال الجهات، كنلقاوها هي الأولى كتنهار في هذا الجانب هذا. إذن علاش نهار؟ لأنه العرض الصحي لم يتطور. عندنا مثلا مستشفى في المحاميد اللي باقي معطل، باقي ما تقريبا وصل النهاية ديالو ولكن ما خدامش، مستشفى ديال سيدي يوسف بن علي، باقي المستشفيات في المناطق القريبة بحال مثلا هادو بحال تمصور بحال زيد زوين، هادو يلاه ملي بدينا وقعت الأزمة عاد بدينا كنتحدوا على الافتتاح ديالهم في 2021 أو برمجة ميزانيات 2021. إذا أنا كنقول بأنه للأسف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في السكن، الحق في السكن بالمناسبة غادي نشوف واحد العديد ديال الاحتجاجات اللي كاينه دابا، واحد العديد ديال التجزئات اللي المفروض انها كانت خاصها تكون توزعات، الناس ديالها خلصوا، هادشي كلشي معطل. ثم كاين المجال بطبيعه الحال اللي تا هو يشكل خطر، هو تهديد ديال الطفوله خاصه، والعنف ضد النساء، العنف ضد النساء كنسجلوا التنامي ديالو بشكل كبير في المرحله ديال الحجر الصحي، وكذلك الاستغلال الجنسي والاغتصاب ديال الاطفال، ولكن في نفس المناسبه كنسجلوا ايجابيه تعامل ديال النيابه العامه وخلايا ديال العنف مع الجمعيه، على الاقل مع مراسله الجمعيه في هذا المجال فيما يتعلق بالعنف الجنسي والعنف الجسدي اللي كيتعرضوا ليه الاطفال، ثم العنف ضد النساء بشكل عام واللي للاسف تفاقم، ولكن يجب بلوره استراتيجيه طويله المدى، استراتيجيه للحد من هالظواهر اللي في الحقيقه كتزادها. اخر حاجه اللي ممكن نشكلوا لها هي للاسف سجلنا بانه كاين تضييق على حريه الراي والتعبير، هذا الشيء على الصعيد الوطني من خلال متابعه بعض الصحفيين، تضييق على الصحافه، صحافه ثم كاين تشهير بواحد العديد ديال المناضلين ولا ديال النشطاء. وهذا بالنسبه لمراكش كنلقاو بانه كاين نوع من التضييق ولكن لم يرقى الى ما ارتقى اليه على المستوى بالنسبه لوضعيه حقوق الانسان على المستوى العام. انا كنقول بانه نعيش واحد النوع من انتكاسه وتراجع على مستوى حقوق الانسان، ولكن خاصه في المجال ديال الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه واللي كنعنيو بها الشغل سميتو الحق في الصحه، الحق في التعليم، ثم الحق في السكن. وبالمناسبه كنقول بانه كل نتحدث الان على تجاوز مرحله الازمه، نحن لازلنا نعيش في عمق الازمه، وللاسف لاحظنا بان الدوله لجأت الإغراق ديال 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 المالية العمومية بالمديونية منذ بداية الجائحة إلى اليوم. الدولة خذات 14 قرض من المؤسسات المالية، وهذا سيؤثر سلبا على مستقبل ديال المغاربة. وفي المستقبل أنا كنقول يجب أن يتم توفير لقاح، حاليا نتحدث عن لقاح، يجب أن يكون هذا اللقاح، احنا كنعرفوا بأن اللقاح حاليا هو آمن، ولكن اللي كنجهلوه هو درجة ديال الفعالية ديالو. ولكن رغم ذلك كنقولوا أن اللقاح يجب أن يوفر للجميع، وأن يستهدف الفئات الهشة المريضة اللي عندها أمراض مزمنة، والناس ديال كبار السن، والناس اللي في المواجهة من أمن الصحة والتعليم، وأن يشمل الجميع بدون استثناء وبدون تمييز، ويكون مجانا وفي متناول جميع المغربيات والمغاربة اللي كيستحقوا هذا. ونأكد بأن التلقيح ليس علاجا، هو وقاية، ويجب التشبث دائما بالارتداد الكمامات، التباعد الجسدي، وبالنسبة للقضايا ديال النظافة وكل ما يرتبط بالوقاية، لأنها هي الأساس. رغم أنه يكون لقاح يدخل، فالوقاية غتبقى هي الأساس إلى حين القضاء على هذا الوباء هذا. وشكرا.